قطعت 440 كيلو بمعدل استهلاك 15.5. هذه هي الحاسبة. 60 لتر اللي هو تانك السيارة ضرب 15.5 930 كيلو. السيارة راح تمشينا 930 كيلو بفل واحد على سرعة 120. زي ما قلت طريق فيه هواء، لكن النقطة أظن وصلت أن السيارة لو تهدي راح تمشيك أي سيارة، راح تمشيك 1000 كيلو. الآن أنا ماشي سرعة 120، لو أمشي 100 كم تعطيني؟ لو أمشي 80 كم تعطيني؟ فشفتوا الفرق أنتم، يعني فرق بين سرعة 120 و 140.